السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفيديو النهارده مختلف تماما عن اي فيديو. معلش على تاخير الفيديوهات اللي احنا متاخروها. الفيديو النهارده فلوج، ده من الفلوجات. فلوج النهارده عن ماتش كوره، تحدي ما بيني انا وابن خالتي. معانا اهو الاستاذ ابن خالتي دروس. تمام. طب ايه طلعت وقعت؟ معلش يابا عشان الناس تتكشف. معانا فارس الاستاذ روميو اللي خاربها في مدرسه الزايد يابا، عشان الناس تبقى عارفه برضه مولعها. طيب تمام. معانا ماتش دلوقتي، شوف هو بيتقطع. هنشوف الماتش دلوقتي بتلعب مين؟ ريال مدريد. وانا بلعب ببرشلونه، معانا ميسي نجم الدوري الارجنتيني. ابدا الماتش دلوقتي وهتشوفوا الفورمه الصح. يلا بينا نبدا الماتش. استعنا على الشعب بالله يا رجاله، يا ريت كله اللي بيشجع يدعمنا انا، اللي يكسب عشان ده برهان. خلاص هو هتقول اللي هيكسب هيستحق التحكم بتاع الماتش. تعالى على الشعب. بس المعنى المعلق لما قلت يا شباب بس نخش فيها بقى. يلا بينا. يا مخرج ركز في الكاميرا يا مخرج. تعال على الشاي اللي هندوش يا اخي. هو الماتش؟ هو الماتش؟ هو الماتش؟ هو الماتش؟ هو الماتش؟ هو الماتش؟ هو اهو من اولها واحد منكم شايفين زي ما انتم شايفين. معلش يا جماعه الدراع انا لسه شغال دلوقتي يا جماعه، وانا حاطط لسه بديه. معلش انا ما انتوا شايفين ازمه معانا في الدراع، عشان تعرفوا الجول اللي جه كده معايا باي لك. باي لك ايه؟ ما هو كان شغال لما جيت دور. لا ولا ازمه عادي. انا مش شايف من دور اصلا. بتاع اللي فوق دي ضربه فايقه. معلش العب يا مخرج، يا ريت تبعدنا احنا مش تبعدنا. العب بس. يا جدع مش تقول لي ان انا مش مشغل الاز يا عم المخرج. انا عيب كده يعني. فوت زي ما جالك. عيب. طيب انا مش هاخد. انت شغال الفلاش يا مخرج. الكوات دي معلش يا جماعه جوه الملعب. يا ابني بوقف الكوات دي جوه الملعب يا ابني، بنزور ماتش. كم خرم اتعمل فيه؟ كم خرم؟ اه يا جماعة الجول مش مستايل، الجول يعني ضايق. بقى بيلعب لوحده. الجول اللي جابه ده جابه جول فاستاذ اهو، جابه تغيير. وانا مخرج
نوريهم وده اول ماتش يعتبر في اول الفلوج وكده كده الفلوج ان شاء الله هيبقى ماتش التحدي بتاعي المره الجايه ولا تدعمونا وتعملوا متابعه لابن خالتي حبيبي استاذ روميو اللي مودعها تمام ما حدش ينسى السبسكرايب شكرا على الدعم ولا الشير ولا